كده البراندنج، عدينا بالستوري، هو واي وات هاو اليونيكنس وين والابيرنس. كده احنا خلصنا ستيب 1 اللي فيها ايديا وفيها براندنج. الموسم ده من البودكاست اسمه مدير نفسي، مخصوص لكل الفريلانسرز والانتربرينور وكل اللي بيفكر يستقل ويسيب الشغل بتاع من 9 ل 5 للشغل الخاص بيه، شغل يكون بيقدم من خلاله رسالته في الحياه ويكون مبني على شغفه. هيكون معايا ضيوف من صناعات مختلفه بيشاركوا اللي اكتشفوه بالخبره عشان انتوا ما تبتدوش من الصفر. يلا بينا. صعب قوي نتكلم عن انك تبقى مدير نفسك من غير ما نتكلم عن التسويق، وده يشمل الماركت بتاعك، رسالتك، الوسيله اللي بتوصلها بيها، ازاي تجذب الانتباه، تحولهم لمشتري وتتوسع. كل ده هتعرفه من محاضره بوك كوتشنج عن كتاب One Page Marketing Plan، 9 خطوات للتسويق متقسمين في 3 مراحل قبل التسويق ومسمياهم مرحله ال3M، خلال التسويق ال3C، وبعد التسويق ال3E. هتعرف عنهم اكتر بالتفصيل، تعرف ازاي تطبقهم من خلال المحاضره على nivinrostom.com/resources. هساعدكم بثلاث خطوات. اول خطوه فيها هي البيزنس ايديا والبراندنج. البيزنس ايديا اور ستوري، يعني ايه اور ستوري؟ يعني وات يو هاف بين ثرو او وات يو ويتنسد سم ون جو ثرو. فممكن يبقى فيرست هاند اكسبيرينس، انتوا بنفسكم عديتوا بمشكله معينه وتغلبتوا عليها، وكان نفسكم يكون في حاجه تحل لكم المشكله دي ساعتها، بس بالتجربه وبالسنين وبالمجهود اكتشفتوا انه الحاجه دي كانت ممكن تساعدكم، فناو يو كان هيلب الناس بالحاجه دي. او العكس، تبقوا سكند هاند اكسبيرينس، شفتوا حد عدى بيها اند ذس از ذا واي اتساعدوا بيها وحلوا المشكله بطريقه معينه، فهو ده السيرفيس اللي انتوا عايزين تبروفايدوا للناس عشان توفروا عليهم البين دي، وان هما يقعدوا وقت اكبر في البين او تسافر through it. لكن you can help them بسولوشن بسيطه جدا، سيرفيس او برودكت هيسهل عليهم الجيرني دي. ايه تاني ممكن يساعدكم to find your business idea؟ your background. ناس كتير تقول ان انا ما عنديش background كافيه، ان انا مش expert كفايه في الحته دي ان انا اساعد ناس. اوكي فاين، are you 10% ahead of them؟ Are you one chapter بس سبقينهم فيه؟ يعني عديتوا باكسبيرينس تقدروا تقولوا I have been there, I have done that. One chapter بس، 10% بس قبليهم، سبقينهم بخطوة. طيب هل عندكوا skills تقدروا تقولوا I can do this, I know how to do this؟ يبقى انتوا سبقينهم بخطوة. ممكن تبقى knowledge، ممكن تبقى لا skill ولا experience بس تبقى معرفة. انتوا تعلمتوا حاجة، عارفين عنها، interested فيها فبحثتوا فيها، فبالتالي سبقنهم في المعرفة، تقدروا برضو to provide the service بالمعرفة اللي عندكم دي. فإن كانت experience أو مهارة أو معرفة، سبقنهم خطوة بس تقدروا تساعدوا الناس إن هم يوصلوا للخطوة دي كمان. الباشن كمان تقدر تساعدكم to discover your business idea. passion يعني حاجة بتتكلموا عنها، بتحبوا أصلا تتكلموا عنها، بتتكلموا عنها كتير، you enjoy practicing it، بتقضوا وقت فيها، بتبقوا عايزين تبروها للناس كلها. يعني بصوا انا عملت ايه، بصوا انا وصلت لايه، بصوا انا عرفت ايه. الحته دي غالبا بتبقى هي الباشن بتاعتكم. حاجه اخيره ممكن تساعدكم تو ديسكفر البيزنس ايديا هي بيرسبشن اوف اذرز ليكو. يعني اعملوا سيرفي، اسالوا نفسكم الناس لما بتمدحكم في ايه، بتشكركم دايما على ايه، بتقول لا انا مش هعمل الحته دي، الحته دي اكيد بتاعت فلان او فلانه، اللي هو انتم بيسيبوا لكم الحته دي دايما عشان عارفين انتم شاطرين فيها. فنظره الناس ليكوا وهم شايفين انتم متميزين في ايه، ممكن جدا تبقى هي دي يور بزنس ايديا، لان انتم اوريدي الناس بتلجأ لكم فيها واوريدي بتساعدوا الناس فيها، فبالتالي سابقينهم بخطوه، فبالتالي ات كان بي يور بزنس ايديا whether it's a product او service. Now that you have your business idea ready, you can move to part 2 of step 1 وهو البراندنج. كل ده احنا لسه في step 1، فيها ايديا وفيها براندنج. هنتكلم دلوقتي عن البراندنج. دلوقتي عندكم البيزنس ايديا، هو بقى ان انتوا تماركتوا ليها، تعرفوا الناس about your business idea. Hey, I have a business idea and I started my business. Brand for yourself. Story. فاكرين القصة اللي احنا قلناها ان انتوا عديتوا بيها؟ You will use it to brand for yourself. يعني هتتكلموا عن البيزنس بتاعكم في صورة قصة، هتقولوا أنا كنت في from أمس بقى أبين معينة، كنت في مشكلة معينة، كنت في تشالنج وتحدي قدامي، ووصلت
ان انا طلعت منه تو وتقولوا الاوتكم اللي انتوا طلعتوا بيه، lesson learned اللي طلعتوا بيها، وما تسيبوهاش كده. هتقولوا through ايه بقى، ايه اللي خلاكوا تعدوا from البين دي للاوتكم ده، ايه اللي ساعدكوا في الرحله دي. حاجتين، حاجه جربتوها وفشلت، طبعا مش هو ده السيرفيس بتاعكم، ممكن جدا يبقى الحاجه اللي اوريدي متاحه في الماركت اللي ما ساعدتش غيركم كمان، مش هو ده الانسر. الحاجه الثانيه tried واشتغلت، هي دي بقى السيرفيس بتاعتكم او البرودكت بتاعكم، الحاجه اللي فعلا ساعدتكم وهتساعد الكاستمرز والكلاينتس ان هم كمان تو اوفركم ويحلوا المشكله اللي هم فيها. تاني حاجه تو براند يور سيلف بيها هي هو، مش هو يو ار بقى، هو يور كاستمر از. ديسكفرنج البيزنس ايديا كانت هو يو ار، براندنج هتتكلموا عن الكاستمر مش عن نفسكم. اوريدي انتوا قلتوا لهم الستوري ودخلتوهم معاكم في الستوري، دلوقتي اتس اول اباوت ذم، وات دو ذي نيد. طب هما اوريدي عارفين ايه، يعني الستارتنج بوينت بتاعتهم منين اللي اوريدي عارفينه، عشان انتوا بتبقوا بتركزوا على 10% ستيب فورورد اللي هما لسه ما وصلولهاش. تقولوا لهم انتوا ساعدتوا مين زيهم قبل كده، السكسس ستوري بتاعتكم. فاي وانت دلوقتي تو ثينك اباوت 1 بيرسون على الاقل، 3 هو الايديال. الشخص ده ادوله اسم، حد في السيركل بتاعتكم عارفين ان انتوا ساعدتوه قبل كده او تقدروا تساعدوه دلوقتي. حضرتوا الاسم؟ اوكي. الشخص ده والشخصين لو هنقول مثلا قدرتوا توصلوا لثلاث اسامي، ايه الحاجات اللي ان كومن بينهم؟ سن، جندر، صفات، مجال، مشاكل مشتركين فيها. هو ده يور ايديال كلاينت. فلما انتوا تيجوا تتكلموا في البراندنج هتتكلموا عن الناس دي بأساميها، طبعا مش تقول الاسامي يعني، بس هتبقى في بالكوا هو دوت الايديال كلاينت. هتتكلموا عن احتياجاتهم، هتتكلموا عن اللي ما يعرفوهوش لسه، هتتكلموا عن ازاي ساعدتوهم يوصلوا من الفروم للتو من خلال السيرفيس او البرودكت بتاعكم. ثالث حاجه الواي، الواي they need your service، يعني المشكله اللي بتواجههم. هتركزوا بقى على المشكله والشكاوى اللي بتجيلكم منهم، ليه هما محتاجين السيرفيس بتاعتكم، عشان عندهم المشكله الفلانيه، عشان بيشتكوا من كذا، عشان بيعانوا من كذا. زي مثلا مشكلتنا ان احنا ما عندناش وقت نعمل، انا السيرفيس والبرودكت بتاعي هيوفر لكم وقت. المشكله بتاعتنا ان احنا مش حاسين ان احنا مرتاحين ومبسوطين وساتسفايد وفولفيلد في اللي عندنا اوريدي، انا هساعدكم ازاي تبقوا فولفيلد. احنا ما عندناش الثقه الكافيه ولا التراست ولا الكونفيدنس، فانا هخليك يبقى عندكم الكونفيدنس والتراست. شوفوا هما بيشتكوا من ايه، ما عندناش ايه، وانتوا وفروا لهم ده، هو ده البرودكت والسيرفيس بتاعكم. طيب الوات، ايه هو بقى البرودكت؟ في نوعين من البرودكت او سيرفيسز، واحد with them وواحد for them. يعني برودكت تعملوه معاهم، هم هيبقوا معاكم واحده واحده في الخطوات، وبرودكت تاني هيناموا وانتوا تدهولهم جاهز، هما بس بيقولكوا يلا I need this service أو this product، وانتوا هتدليفرت جاهز من غير ما هما يبقوا included معاكوا في البروسس. انتوا محتاجين تحددوا ده من الأول with the customer أو client ولا for them، وهما مش included في البروسس، هياخدوا جاهز. طيب الهاو، كل ده في البراندنج، بنعدي على كل الأسئلة دي عشان تماركت وتadvertise for yourself. كل عايزين تعملوا مثلا كل بوست بسؤال، مره الواي مره الوات مره الهو مره الهاو، عايزين تحطوا كله في بوست واحد، اتس اب تو يو. ممكن البوست ده كمان يبقى فيديو، ممكن يبقى صوره، ممكن يبقى تكست، ممكن يبقى كل سؤال منهم بطريقه شكل. طيب الهاو هو ايه؟ هو السولوشن او الرود ماب، الخطوات اللي هيمشوا عليها. فاكرين لما قلنا احنا هنقابلهم وير ذي ار، هم اوريدي عارفين كذا بس مش عارفين كذا، هنقابلهم في النقطه دي. انتوا اوريدي عارفين كذا بس لسه مش عارفين توصلوا ده ازاي. قابلوهم وير ذي ار، لمستوى الاندرستاندنج والريدنس والاويرنس بتاعهم، كملوا بقى على اللي مش عندهم ده. ويبقى دايما في بالكم التو، احنا قابلناهم في الوير ذي ار فروم، وفي بالكم وير ذي ويل جو، التو هيوصلوا لايه. والرحله بقى السولوشن بتاعتكم والرود ماب اللي هيوصلهم ده، قسموها لثري ستيبس مثلا. اوكي، ممكن تبقى تو ستيبس، ممكن تبقى 3 ستيبس، ممكن تبقى 5 ستيبس، ما تكتروش عن 5 وما تقللوش عن 2، عشان كده بقول 3 ده حاجه في النص كده الايديال. انا هوصلكم من ده لده بثلاث خطوات، رايت داون دلوقتي
what is the first step اللي لازم يعدوا عليها؟ طب ايه الستيب اللي بعدها؟ طب هنقفلها بايه؟ ايه الستيب الاخيره اللي هيعدوا عليها؟ وهتبقى هي دي البلان والاستراتيجي والامبلمنتيشن لما يبتدوا يدخلوا بقى في الديتيلز، ازاي هتوصلينا من ده لده؟ ازاي سيرفيس بتاعتكم هتوصلنا لده؟ طيب البراندنج برضو محتاج تستريس على يور يونيكنس، ازاي انتوا يونيك واحسن من كل اللي متاح في الماركت؟ فده محتاج سيرفي، محتاجين تشوفوا مين بيقدم نفس السيرفيسز بتاعتكم في الماركت وتختاروا اليونيكنس بتاعتكم، السيلينج بوينت بتاعتكم ايه؟ ايه اللي مش متاح عندكم وركزوا انتوا تو براند انه ده متاح عندكم. ايه اللي مش في الماركت انتوا تقدروا تغطوه؟ الوان. طيب خلاص الناس بقت اون بورد، اوكي امتى ينفع نبتدي؟ طب هنقعد فيه مده قد ايه؟ هياخد وقت قد ايه على ما نخلص؟ حطوا لنفسكم كده سكادجول، يعني حسب بقى ظروفكم حسب شغلكم، مثلا هتبتدوا في شهر معين في السنه وده هي حاجه بتأكر وانس ا يير مثلا، عايزين الفريكوينسي تبقى ويكلي مونثلي، اختاروا الفريكوينسي كل قد ايه بتتكرر. عارفين ان الوقت ده مثلا انتوا دايما فيه اجازه فهو ده الستارتنج ديت. ممكن تبقى حاجه ليها علاقه بالمناسبات، يعني مثلا كل عيد ام، كل كريسمس، فاختاروا الوان بتاعتكم، هل هي مره في السنه، هل هي حاجه ويكلي، هل مونثلي، طب تاريخ معين، مناسبه معينه. طيب الابيرنس بقى دي حاجه فان كده في الاخر بس مهمه جدا لان هي دي الفيرست امبريشن اللي هم هياخدوه عنكم، يور ابيرنس، اللوجو بتاعكم شكله ايه، اسم السيرفيس او البرودكت ايه، والكولرز ذات يو ار يوزنج. دي حاجه كده محتاجه شويه كرياتيفيتي شويه ديزاين، بنصحكم تستعملوا canva.com يساعدكم تعملوا كل الحاجات دي. كده البراندنج عدينا بالستوري، هو واي وات هاو يونيكنس وين والابيرنس. كده احنا خلصنا ستيب 1 اللي فيها ايديا وفيها براندنج.